أحدث التقدم العلمي والتكنولوجي العديد من التغيرات في حياتنا المعاصرة، والتي وفرت سبل الراحة للبشرية. التكنولوجيا هي عبارة عن مجموعة من الأفكار تخضع للتجارب العلمية التي تخدم البشرية، وقد أحدثت في العصور الأخيرة تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات المختلفة مثل الاتصالات، والهواتف النقالة، ووسائل النقل، والأجهزة المحمولة، والإنترنت، وعالم السيارات وغيرها من المجالات. كما أن للتطور التكنولوجي إيجابيات واضحة، منها توفير الوقت والجهد، وتشجيع الابتكار، وتطوير مجال التعليم، والحصول على المعلومات في أسرع وقت. وساهم التطور العلمي في الوصول إلى التقنيات التكنولوجية الحديثة التي وفرت كل سبل الراحة لنا. بالإضافة إلى ذلك، مكن العلم والتكنولوجيا الإنسان من النظر إلى أبعد من كوكبنا، واكتشاف كواكب جديدة وإنشاء أقمار صناعية في الفضاء، وتأثير على المجالات الطبية والزراعية. لقد أنقذت العلاجات المختلفة التي يتم اكتشافها للأمراض ملايين الأرواح من خلال العلم، وعززت التكنولوجيا إنتاج المحاصيل المختلفة لصالح المزارعين إلى حد كبير. لقد أدى التطور في التكنولوجيا والعلم إلى التأثير المهم على الاقتصاد الدولي، فقد أحدث ذلك ثورة في المجال الصناعي، مما أدى إلى زيادة القوة التجارية الدولية ورفع مستوى معيشة الأفراد. كما أن للعلم والتقدم التكنولوجي لا يخلو من السلبيات، منها زيادة نسبة البطالة بالاعتماد على الآلات بدلا من البشر، وزادت الفجوة بين أفراد الأسرة الواحدة، وانعدام الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أثبتت الدراسات أن الألعاب الإلكترونية تسبب العزلة والانطواء خاصة لدى الصغار. وبالإضافة إلى الاختراعات العلمية التي تسببه وسائل الاتصال الحديثة من مشاكل صحية واجتماعية، والتلوث الذي يسببه دخان المصانع نتيجة اختراع الآلات الحديثة. وفي نظري أن الاستخدام السيء للتكنولوجيا سيؤدي إلى هلاك البشرية، ومثال على ذلك الأسلحة النووية. تقول الحكمة: إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. أدخلنا العلم والتكنولوجيا على تأسيس حضارة حديثة من خلال تطوير برمجيات وتقنيات تكنولوجية مختلفة، وعلينا استخدامها بطريقة تفيد البشرية.